اهلا بيكم. هنا برضو جزء تاني، هنا بيعملوا تيست بعد ما الماشين انتجت الشيبس اللي هتشتغل هتحط اللمبه. هنا الاخت دي بتعمل عليها تيست عشان تشوف لو في حاجه فيها بايظه، لو في حاجه مش شغاله فيها. بتعمل تيست على كل واحده. على فكره الجهاز تحت لما بينور اخضر، بحاول اجيبه لكم، لما الجهاز بينور اخضر ده كله تمام، لو في حاجه بينور احمر. برضو نفس الشيء لو احنا قلنا برضو هنا تقريبا عندهم كذا كذا مكنه او كذا خط انتاج لموضوع الليدات. وخليكم معانا عشان نروح لجزء تاني في خط انتاج اللمبه الليد، وما تروحوش بعيد.